صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الأبواب، ويا مسبب الأسباب هيئ لنا سبب فرج قريب بكرمك يا أكرم الأكرمين. ويا دليل المتحيرين، ويا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، أغثنا أغثنا برحمتك، توكلنا عليك يا رب العالمين، ونفوض أمورنا إلى الله، ونشكو همومنا إلى الله، ونضع حوائجنا على باب الله بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله، أستغفر أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يقول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي،
فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 فاتحة شريفة. ألم نشرح لك شريفة، ألم نشرح لك شريفة، ألم نشرح لك شريفة،
إخلاص شريف. إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. إخلاص شريف. إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات شريفة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هذا الشهر المبارك يسمى شهر النبي صلى الله عليه وسلم، شهر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المفسرون أنها نزلت في هذا الشهر المبارك. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا وأرواحنا ونبثه أشواقنا، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بزيارته وشفاعته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. 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 يا من بجاهك العظيم يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا من بجاهك العظيم يرحمنا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا من بجاهك العظيم يرحمنا الله. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الهداية. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الهداية. اللهم صل على سيدنا محمد كنز العناية. اللهم صل على سيدنا محمد عين الرعاية. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحنا وقلوبنا ونطير إلى طيبة الطيبة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.
طبعاً الأخوان إحنا دائماً الذكر يعني قلوبنا حاضرة، الذكر يعني قلبك دائماً جامع خواطرك، جامع كل لفتات قلبك على الإقبال على معنى من معاني التفكر في نعم الله عز وجل، في أسماء الله تعالى الحسنى، في عطايا الله سبحانه وتعالى، في الصلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنشاد وغير ذلك، هو لتحريك القلب. فأنت لما عم تسمع الإنشاد حالك مشغول بالصلة بالله عز وجل، قلبك مشغول بالصلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عينك ما بتلتفت، وجهك ما بيلتفت، كل ما خطر على بالك خاطر قل له هلا مو وقتها، كل ما جاءك الشيطان أو جاءتك النفس بسبب من الأسباب قل له هلا مو وقتها، الآن أنا خارج الزمان، أنا خارج المكان. عقد حال الضعاف للأقوياء عقد حال الضعاف للأقوياء وندى الأقوياء للضعفاء وإذا راعت المهمة عبدا وكساه الزمان ثوب عناء وتخلى عنه الصديق وألقته المعاصي بقبضة الأعداء فله أن يدق باب نبي فيه لاذت أكابر الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فله أن يدق باب نبي فله أن يدق باب نبي فيه لاذت أكابر الأنبياء. علم المرسلين غوث البرايا علم المرسلين غوث البرايا سيد العالمين سامي اللواء يا سيدي يا رسول الله واجعل المصطفى لقلبك باب
فهو من جانب الإله. يا ملاذ الوجود صلى الله عليه وسلم، يا غياث الوجود، يا ملاذ الوجود، يا غياث الوجود، عونا فإني في حماك، فإني في حماك العالي، وطيع دخيل. الصلاة والسلام عليك. أدرك برحمة وحنان، رضني قد أثقلته الحمول. يا إمام Center.
الله الله مثل طه في الورى في الورى بشرى خير من فوقا سماء سرى الله الله طهير الأخلاق وشيم يا إمام الرسل يا سند الله الله تباب الله معتمد ففي دنيايا وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالناجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله الصبح بدا من طالعته الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وفرته من وفراته سعت الشجر نطق الحجر صلوا الله شق القمر رسول الله صلوا عليه دخيلا دخيلك يا حبيب الله كنز الكرم مولى النعم كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم لشريعتي هدي الأمم لشريعتي فمحمد هو سيدنا والعز لنا بخدمتنا سوى يا رسول الله دخيلا يا حبيب الله سوى فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا كمان أحبابنا
فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله وحبيبه وسيده. نعيد هذا الشطر وهذا البيت. فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا صلوا عليه والعز لنا بإجابته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته يا رسول الله داخل يا حبيب الله المدى يا رسول الله داخل يا حبيب فقر رسولا فضلا وعلا فقر رسولا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته أهدى السبل لدلالته أذكى الناس بي على الحسب كل العرب في خدمة يا رسول الله دخيلا يا حبيب الله بالسر والجهر صل على نور الأعلى كمان بالسر والجهر صل على نور الأعلى ذي الخير والفخر نبينا عظيم الشان والقدر يا حبيبا إلى الله كن شفيعا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شفيعا كمان يا حبيبا إلى الله كن شفيعا كمان يا حبيبا إلى الله كن شفيعا عند الله يا أبا الزهراء رحمة. اللهم يا يا مجيب الدعوات يا دافع البليات ادفع البلاء عنا وعن أهلنا وبيوتنا وبلادنا والمسلمين.
يا شافي الأمراض يا كاشف المهمات يا مكيد الأعداء اللهم يا جليس الذاكرين ويا أنيس العابدين ويا غاية همم العارفين ذكر شريف الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا الله يا الله يا الله يا الله يا قلبي قل الله يا قلبي قل الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. اللهم تجلى علينا وعلى قلوبنا بسمك الرحمن الرحيم. يا الله 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 زرعك إنما
حتى تبني كنيسات الهوى يا عيني كسري الأصنام وأهجر بيع لتقول لم يفتح أتيناك
تزال محسنا. الله 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 الله, الله, الله الله كريم الله رحيم
رحيم الله دائم يا هو دائم يا هو الله. من قلوبكم قولوا يا الله، نغمض أعيننا وننادي ونناجي ربنا ونقول يا الله، التجأنا إلى بابك ولذنا بجنابك، تجلى علينا في هذه الساعة المباركة ذكر شريف. الله 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 الله. يا الله يا الله 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 الله. يا الله يا الله، عبادك على بابك يا الله يا الله، يرجون رحمتك يا الله يا الله يا الله، لا تردنا يا الله. يا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا
إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا لا إله إلا الله، يفنى بها عمري، لا إله إلا الله، أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله، أنزل بها قبري وألقى بها ربي. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. أخواننا، المقصود في كل العبودية هو الالتجاء إلى الله، التذلل والتضرع، وأعظم ما يكون التذلل في الدعاء. الدعاء مو طلب، الدعاء تذلل، الدعاء ثناء على الله عز وجل، الدعاء ذكر لأسماء الله تعالى، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وذاته وصفاته وبنبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، يعني أعظم ما يكون من أحوال العبادة. ولذلك نتوجه إلى الله عز وجل في هذه الليلة متوسلين إليه بذاته وصفاته وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبمن حضر مجلسنا من الصالحين، وبمن حضر مجلسنا من إخواننا المهاجرين، وبمن حضر مجلسنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمن حضر مجلسنا من الشيوخ الركع، متوسلين بأكابرنا، متوسلين بعلمائنا، متوسلين بالصالحين الأخفياء الذين لا أعرفهم، فرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على عبدك النبي المصطفى، خيرتك من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الهداية. اللهم صل على سيدنا محمد كنز العناية. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب اللواء المعقود. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض المورود. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى، أنت مولانا فنعم المولى، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. دبر لنا يا رب، دبر لنا يا رب، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس،
عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا القدر العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا القدر العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا القدر العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس. يا رب اجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس. يا رب اجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما. واجعله يا رب روحا لذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم بعزتي اللهم بعظمة الألوهية اللهم بأسرار ألطاف الربوبية اللهم بعظمة وأسرار وخيرات ذاتك العلية اللهم بعظمة الألوهية بأسرار ألطاف الربوبية بعزة وجبروت وكبرياء ربنا سبحانه وتعالى بعزة السرمدية اللهم بعظمة الألوهية بأسرار ألطاف الربوبية اللهم بعزة وأسرار السرمدية اللهم يا الله يا الله نسألك بأوصافك وذاتك العلية المنزهة عن الشبهية والكيفية يا رب بعرشك الذي تغشاه الأنوار بما فيه من الأسرار يا رب بعرشك الذي تغشاه الأنوار وبما فيه من الأسرار اللهم بملائكتك ذوي الصفات الجوهرية صل على عبدك النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه أفضل وأتم وأكمل صلاة. اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وبنيها وبعلها وأبيها اللهم رب الكعبة وبانيها وفاطمة وبنيها وبعلها وأبيها نور أبصارنا وبصائرنا وسرنا وأسرارنا اللهم واجعل القلوب واجعل النور في قلوبنا واجعل النور في أسرارنا وتصدق علينا بقلب ذاكر شاكر يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا يا رب من الكرب الذي تعلم الذي نحن فيه. يا رب يا رب إنا على بابك في هذه الليلة وإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق. يا رب إنا على بابك في ليلتنا هذه وإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق الأمين بأنك تنظر إلى عبادك في هذه الليلة فتغفر لهم. يا رب يا رب نحن الفقراء إلى مغفرتك. يا رب إنا فقراء إلى مغفرتك. اللهم إنا جئناك بذنوبنا وجئناك بعيوبنا وأنت أعلم يا رب بأحوالنا. يا رب لو انكشفت ذنوبنا ما جلسنا أحد من عبادك. يا رب لو انفضحت أحوالنا لفر منا الخلق كلهم. اللهم لو أن أبانا وأمنا رآنا على ما رأيتنا عليه من سوء الأحوال لو أن أبانا وأمنا علموا من أحوالنا ما تعلم من سوء ومعصية لو أن أبانا وأمنا رأونا على ما نحن عليه على الحقيقة لفروا منا ولأعرضوا عنا وأنت الله ترانا وتسترنا ترانا وتسترنا تعرف أحوالنا ولا تفضحنا يا رب وهذا من سترك ورحمتك يا رب وهذا من عظمة ربوبيتك يا رب وهذا من كمال رحمتك بعبادك. يا رب إنا قد عصيناك يا رب إنا قد عصيناك. اللهم إنا قد تجرأنا وغرنا حلمك قد تجرأنا وغرنا كرمك
يا رب، وجئناك ببضاعة مزجاة، يا رب جئناك ببضاعة مزجاة، اللهم فأوف لنا الكيل وتصدق علينا يا رب، إنك القائل إنما الصدقات للفقراء، يا رب ونحن الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يا رب ونحن المساكين، يا رب لا نعرف في عبادك أحدا أعصى لك منا، يا رب لا نعرف في عبادك أحدا أعصى لك منا، لا نعرف في عبادك أحد يا رب أشقى منا، اللهم إنك قد هديتنا منة منك، وإنك قد رزقتنا الإيمان في قلوبنا منة منك، وإنك قد جمعتنا بالعارفين منك منة منك، وإنك قد أقمتنا في صحبة الصالحين منة منك، وإنك قد أغدقت علينا من النعم ظاهرا وباطنا ما لا نحصيه يا رب، وكان ذلك أحرى بأن نكون من أهل الطاعة، وكان ذلك أحرى بأن نكون من أهل الإقبال عليه يا رب، ولكن أنفسنا غرتنا، ولكن شهواتنا غلبتنا، ولكن أحوالنا يا رب ساقتنا إلى ما لا يرضيك عنا، اللهم فإنا نسألك في ساعتنا هذه متوسلين إليك بنبيك سيدنا محمد، متوسلين إليك بآل سيدنا محمد، متوسلين إليك بأصحاب سيدنا محمد، متوسلين إليك بأحباب سيدنا محمد، متوسلين إليك بسر وحق هذه الساعة المباركة يا رب، إلا نظرت إلينا نظرة تبدل أحوالنا يا رب، إلا نظرت إلي يا الله يا الله نظرة يا رب تبدل أحوالنا يا رب، تنقلنا يا رب من غفلتنا إلى حضور معك، من قسوة قلوبنا إلى قلوب حاضرة معك، تنقلنا يا رب من حالة لا ترضيك عنا إلى حالة أحبابك وأوليائك الذين تقربوا وتذللوا وأقبلوا إليك بأحوالهم وقلوبهم يا رب. إذا سألك عبادك الدنيا يا رب، إذا سألك عبادك الدنيا وإذا أهمتهم الدنيا، فإنك تعلم أن يا رب إنما نسألك رضاك يا رب، إنك تعلم أن إنما أهمتنا أحوالنا وغفلاتنا وبعدنا عنك يا رب. ما هذه الحياة، ما هذه الحياة وقد غفلت القلوب عنك يا الله، ماذا وجد من فقدك يا رب، ماذا وجد من فقدك يا رب، ماذا فقد من وجدك يا رب، ماذا فقد من وجدك. اللهم إنا نسألك بالصديق، نسألك بالصديق، نسألك بقلبه المطمئن ويقينه الكامل، نسألك بهمة الفاروق، نسألك بما جعلت في قلب الفاروق من عزيمة وهمة، نسألك بحياء سيدنا عثمان يا رب، نسألك بحياء سيدنا عثمان، نسألك بحياء سيدنا عثمان، نسألك بعلي الكرار، نسألك بعلي الكرار، نسألك بحيدر المغوار، نسألك يا رب برجال الله الصالحين، نتوسل إليك يا رب برجال الله الصالحين، نتوسل إليك يا رب برجال الله الصالحين، اللهم إنهم أبوابنا إليك يا أهل الله، يا رجال الله، يا أهل الله، يا رجال الله، أغيثونا أغيثونا وكونوا شفعاءنا عند الله. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، وإن لك من العباد من إذا شئت عذبتهم وإذا شئت غفرت لهم، اللهم وما لنا رب سواك نسأله،
وما لنا رب سواك نستغفره، وما لنا رب سواك نلتجئ إليه. يا رب إنا نسألك أن تجعل العناية وأن تجعل التوفيق من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن ترزقنا من العناية ما لا يضل عنا ولا نضل عنه. اجعل لنا من العناية ما لا نضل عنه ولا يضل عنا. بسم الله على قلبي فيرضى. كل واحد إخواننا يحط إيده على قلبه. بسم الله على قلبي فيرضى. 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 بسم الله على بدني فيشفى. 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 بسم الله على دربي فيطوى. بسم الله على دربي فيضوى. بسم الله على حوائجي فتقضى. بسم الله على حوائجي فتقضى. يا رب إن هذه الساعة وإن هذه الليلة ليلة يا رب لا تضل المغفرة فيها إلا عن شقي. يا رب فنعوذ بك أن نكون من أهل الشقوى. اللهم إن الظن بك أن تقول لنا وأن تقول لملائكتك قولوا لعباد هؤلاء الذين اجتمعوا وقد انكسرت قلوبهم، الذين اجتمعوا وقد أقبلت علي قلوبهم، الذين اجتمعوا وقد أتوني يسألونني مغفرتي، قولوا لهم قد غفرت لهم. يا رب لا تدعنا نغادر مكاننا هذا إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد غفرت لنا. يا رب يا رب من نرجو سواك، يا رب من نرجو سواك، يا رب من نرجو سواك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب إن هذه القلوب وهذه الأصوات تناديك يا الله يا الله، وهي تعلم أنك أنت الله، وإن هذه القلوب تشهد أنك أنت الله، وإن هذه القلوب تطمع منك أن تصلها بصلة اسمك الله. اللهم إن هذه القلوب أقبلت، لا حاجة لها يا رب إلا أن تكون عندك مقبولة، إلا أن تكون عندك مقبولة، إلا أن تكون عندك مقبولة. اللهم فنسألك بأن هذه القلوب تشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن هذه القلوب لا تجأر بالدعاء إلا يا الله. اللهم أنت تجلى على قلوبنا بمعرفتك ومغفرتك وأنوار وأسرار القرب والاجتباء منك يا مولانا، إنك على كل شيء قدير. يا رب إن هذه الحياة الدنيا قد ضاقت علينا وقد ضاقت على إخواننا في غزة. يا رب إن هذه الحياة وإن بلاءها قد اشتد علينا، اشتد على المسلمين، اشتد على أهل الحق، اشتد على أهل التصديق، وإن الفتن قد اشتدت يا رب ضاقت. اللهم فاجعل الفرج قريب. يا رب اشتدت، اللهم ففرج كربتها. يا الله يا الله الشدة أودت بالمهج. يا رب الشدة أودت بالمهج. يا الله فنسألك فرجا قريبا. اللهم من كان منا معسرا يا رب ففرج عنه ووسع عليه، ومن كان منا كسبه ورزقه ضيق اللهم فيسر لنا جميعا أرزاقنا. اللهم إن الأرزاق في خزائن مكنونة عندك. يا رب إن الأرزاق في خزائن مكنونة عندك يا رب، وإن مفاتيحها كن. اللهم يا من عنده خزائن كل شيء وهو الغني
وهو الكريم. نسألك من تجليات عطائك وتجليات فضلك، ونسألك يا رب من سعة الأرزاق وسهولة الأرزاق ما لا يعجزك يا رب. إنك أنزلت على سيدنا المسيح مائدة من السماء. اللهم إنك قد رزقت إبراهيم في النار يا رب، إنك قد رزقت يونس في بطن البحر، في بطن الحوت، في جوف البحر، في ظلمات ثلاث. اللهم إنك أنزلت على سيدنا موسى وعلى قومه من رزق السماء يا رب، فهل يعجزك أن توسع علينا أرزاقنا؟ فهل يعجزك يا رب أن تجعل لنا من سهو من يسر الأرزاق ما يكفينا ولا يطغينا؟ نسألك يا رب. اللهم كما ألنت الحديد لسيدنا داود يا رب، كما ألنت الحديد لسيدنا داود، نسألك أن تلين لنا يا رب الأرزاق، وأن تلين لنا الأخلاق يا رب. إن حسن الأخلاق من أسباب سعة الأرزاق. اللهم فحسن أخلاقنا، اللهم فحسن أخلاقنا، اللهم ولين لنا أرزاقنا وسهل أرزاقنا. نسألك من رزق الدنيا ما يكفينا ولا يطغينا، نسألك من رزق الدنيا ما تعف به أنفسنا، نسألك من رزق الدنيا ما يكون لنا في هذه الدنيا سبباً في الوصول إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في ذرارينا، نسألك في إخواننا، نسألك في أهلينا، نسألك في من سألنا الدعاء في هذه الليلة، نسألك يا رب من عجائب لطفك، من عجائب أنسك، من عجائب عنايتك ما لا يضل عنا ولا يضل عنهم يا رب، ما لا يضل عنا ولا يضل عنهم. اللهم إنك صنعت موسى على عينك ولتصنع على عيني. اللهم إنك جعلت وأمرت أم موسى أن تلقي موسى في التابوت واليم، اللهم وسقته إلى فرعون عدوه وصنعته على عينك. اللهم كما صنعت موسى على عينك فاصنعنا على عينك، كما صنعت موسى على عينك فاصنع ذرارينا على عينك يا رب. إن هذا الزمان زمان الفتن يا رب، إن ابتلاءات هذا الزمان للشباب، وابتلاءات هذا الزمان وفتن هذا الزمان لأبنائنا وإخواننا قد اشتدت وعظمت. نسألك يا رب أن تجعلهم في حفظ وحصن وحرز من كل بلاء وفتنة يا رب. إنا لا نحسن تربية أبنائنا يا رب، إنا لا نطيق في هذا الزمان تربية أبنائنا. اللهم إنا نشهدك إنا لا نحسن تربية أبنائنا ولا نحسن حمايتهم ونكل أمرهم إليك. اللهم إنا نستودعك ذرارينا، نستودعك إخواننا، نستودعك شبابنا. اللهم فاجعل لهم من حصن العناية، اجعل لهم من عين الرعاية، اجعل لهم من أسباب الهداية ما يسوقهم إليك بقلوبهم وأجسادهم يا رب. إن الفتن قد أحاطت بنا يا رب، إن الفتن قد أحاطت بنا وبأهلينا وذرارينا وإخواننا، فنسألك أن تصرف ذلك عنا كله، وأن تجعلنا في حصن عنايتك، أن تجعلنا في أنوار رعايتك، أن تقذف في قلوبنا من اليقين بك ومن التوجه إليك ومن الإقبال عليك، وفي قلوب أولادنا وذرارينا وإخواننا ما يشغلنا عن كل شيء غيرك يا الله. اجعل في قلوبنا من اليقين، اجعل في قلوبنا من اليقين ما يهون علينا شدائد هذه الحياة الدنيا ومصائب الحياة الدنيا، حتى نعلم يا رب أنه لا يضر لا يضل ولا لا يضر ولا ينفع. اللهم حتى نعلم أنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع
إلا أنت وحدك لا إله إلا أنت. اجعل اللهم ذلك في قلوبنا يقينا، اجعل اللهم ذلك في قلوبنا يقينا. اللهم يا ذا المن، يا ذا المن، يا ذا المن، يا ذا المن ولا يمن عليه. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام. لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، لا إله إلا أنت جار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني وكتبت ذريتي، إن كنت كتبتني وكتبت إخواني، إن كنت كتبتني وكتبت أحبابي، إن كنت كتبتني وكتبت من حضر معنا في مجلسنا هذا، يا رب إن كنت كتبتني وكتبت من يسمعنا في مجلسنا هذا في كل مكان، إن كنت قد كتبتنا عندك في أم الكتاب من الأشقياء أو من المحرومين أو من المطرودين أو من المقتر عليهم في أرزاقهم، يا رب فامحوا اللهم بفضلك، يا رب امحوا اللهم بفضلك شقوتنا، يا رب امحوا اللهم بفضلك شقوتنا. اللهم امحوا بفضلك حرماننا، اللهم امحوا بفضلك طردنا، يا رب امحوا بفضلك تقتير أرزاقنا، يا الله أثبتنا عندك في أم الكتاب سعداء مرزوقين موفقين للخير. اللهم أثبتني وإخواني والحاضرين، أثبتني وذريتي والحاضرين، أثبتني ومن يسمع ندانا ويسمع كلامنا هذا، أثبتني عندك يا رب في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما شاء ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يا من عنده أم الكتاب يثبت ما يشاء، يا من عنده أم الكتاب يثبت ما يشاء. إلهي بالتجلي الأعظم يا رب، بالتجلي الأعظم يا رب، بالتجلي الأعظم يا الله، بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، يا الله نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما تعلم وما لا نعلم، نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما تعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إن من عبادك من ابتليتهم بالأمراض، وإن من عبادك من ابتليتهم بالأوجاع، وإن من عبادك من أثقلت أجسادهم بما لا يطيقون، فنسألك يا رب أن تخفف عنهم، ونسألك يا رب أن تمن عليهم بالشفاء، نسألك يا رب أن تخفف عنهم وأن تمن عليهم بالشفاء. اللهم يا رب إن من عبادك من قد حبستهم في أرض لا يستطيعون الخروج منها، اللهم فنسألك أن تهيئ لهم أسباب الفرج. يا رب إن من عبادك من حبست عنهم الأرزاق
فنسألك أن توسع عليهم في الأرزاق. إن من عبادك من قد أهمهم أمر وضعوه على بابك، وبابك يا رب باب الكرم، وبابك يا رب باب قضاء الحوائج، بابك يا رب باب العطاء. يا رب إن من عبادك من قد جاءك في ليلتك في هذه الليلة يرجو فضلك يا رب. وإن كرماء الدنيا وإن أهل الدنيا إذا سألناهم أعطونا، إذا توسلنا إليهم لم يردونا، إذا تذللنا على أبوابهم أكرمونا. وأنت الله رب كل شيء يا رب. إن أهل الدنيا بجاههم قد أكرمونا، إن أهل الدنيا بعطائهم ما ردونا، وأنت رب كل شيء وبيدك الأمر في كل شيء. جئناك يا رب بحوائجنا التي لا يقضيها غيرك، جئناك بأحوالنا التي لا يصلحها غيرك، جئناك يا رب بذرارينا وأهلينا نرجو عندك سعادتهم ونرجو عندك صلاحهم، جئناك يا رب بإخواننا نرجو لهم الخير ونتوسل إليه وإليك بهم. اللهم اجز عنا والدينا خير الجزاء يا رب، اجز عنا والدينا خير الجزاء، اجز عنا إخواننا خير الجزاء، اجز عنا أشياخنا خير الجزاء، اجز عنا شيخنا خير الجزاء، اجز عنا من أسدى إلينا معروفا خير الجزاء. اجعل في قبورهم الساعة نورا وسرورا ورضا ورضوانا وأنسا إلى يوم القيامة يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يرانا ويسمعنا وهو الذي نادانا وهو الذي حببنا بدعائنا وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وهو الذي قال لحبيبه سيدنا محمد، وهو الذي قال لشفيعنا محمد، وهو الذي قال لطب قلوبنا محمد، وإذا سألك عبادي عني يا سيدي يا رسول الله إنا نسألك عن ربنا، يا سيدي يا رسول الله إنا نسألك عن ربنا، وهو الذي قال لك وإذا سألك عبادي عني. اللهم إنك أخبرتنا على لسان نبيك فقلت فإني قريب، يا قريب يا قريب يا قريب، تعلم سرائرنا، تعلم حوائجنا، تعلم ما في قلوبنا من ذل وانكسار، تعلم ما أهمنا، تعلم ما شغل قلوبنا، تعلم يا رب أي هم ننام معه في الليل وننام معه في النهار، أي أمر يشغلنا يا الله تشغلنا الهموم وأنت ربنا. فنسألك يا رب أن تلقي في قلوبنا يقين التوكل عليك حتى نطمئن لأقدارك، وحتى نرضى بأقدارك، وحتى نعلم أن أقدارك هي الخير، وحتى نعلم أن عطاءك عطاء وأن منعك منع، حتى نعلم أن عطاءك عطاء وأن منعك عطاء. اللهم حتى نعلم أنه ما من شيء من الأسباب يقدم ما أخرت، وما من شيء من الأسباب يؤخر ما قدمت، وحتى نعلم أنه عسى أن تكره شيئا فيجعل الله فيه الخير، وعسى أن تحب شيئا فيجعل الله فيه الشر، حتى نعلم يا رب أنك دبرت لنا فأحسنت التدبير، وأنك يا رب أكرمتنا فأجزلت وأعطيتنا من كل شيء سألناه. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عاقبة الخير والرشد، نسألك قرة العين، قرة العين فجأة الخير، قرة العين فجأة الخير في كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب، في كل نعمة أنعمت بها علينا، في أهلنا، في أموالنا، في علمنا،
في مجمعنا في بلادنا. نسألك لإخواننا في غزة النصر والتمكين، النصر والتمكين، النصر والتمكين يا رب. انصرهم على أعدائهم بأسباب من عندك اللهم، فإنهم لا ناصر لهم غيرك يا الله، إنهم لا ناصر لهم غيرك يا رب. اللهم وحسبنا أنت، وتكفينا أنت، وقوتنا أنت، ونصرنا أنت. اللهم فلا تخيب رجانا. اللهم إنا نسألك لسيدنا ومولانا الشيخ رمضان عافية وقوة. اللهم متعنا بحياته، اللهم متعنا بحياته، اللهم شافه وعافه، اللهم شافه وعافه، اللهم شافه وعافه، وارزقه يا رب في عامه هذا زيارة بيتك المعظم، ارزقه زيارة نبيك المكرم، واجعلنا يا رب في خدمته. اكتب لنا أسباب ما يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب منا يا كريم، استجب منا يا كريم. كل واحد منا أخواننا يلجأ إلى الله عز وجل في حوائجه الخاصة. الفاتحة. احنا هلا حنصلي صلاة التسابيح. صلاة التسابيح رحمكم الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعتين تسبيح. رحمكم الله. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. Thank you.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس وآن وحين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل نفس من أنفاسنا على ما أنعمت به علينا يا رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة على طاعته وعلى ذكره وعلى حبه وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم، ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها، نسألك اللهم أن ترضى عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عن آبائنا وأمهاتنا، وارض عن أولادنا وبناتنا، وارض عن أزواجنا وذرارينا. اللهم ارض عن شيوخنا الذين علمونا وربونا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم ثبتنا حتى نلقاك، نلقاك وأنت راض عنا أتم الرضا يا رب العالمين. وما نفحت به أولياءك في هذه الساعة وفي هذه الليلة المباركة اجعل لنا النصيب الأوفر من عطاياك وكراماتك ومنحك وهباتك يا رب العالمين. اللهم دون أسماءنا وأسماء آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وذرارينا في ديوان العتقاء، في ديوان العتقاء من النار، في ديوان العتقاء من النار. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا بسعادة الدارين والرزق الواسع الوفير، واغفر لنا جميعا، لا نخرج من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وجبرت خواطرنا وأعطيتنا سؤلنا وأعطيتنا سؤلنا. اللهم إنا نعوذ بعفوك من عقابك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك، إليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اشفنا وداونا واشف مرضى المسلمين. اللهم إن لنا إخوة طلبوا منا الدعاء وهم راقدون على الأسرة، يا رب اشفهم بشفائك، يا رب داوهم بدوائك، يا رب داوي آباءنا وأمهاتنا، يا رب ومن انتقل إلى رحمتك اللهم صب عليه من عطاياك، وصب علينا الرضا صبا، وصب علينا العافية صبا، واغفر لنا وارحمنا مولانا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. تقبل الله منكم، مع سلامة الله.